إن السلبية تنتج عنها عوامل نفسية واجتماعية عديدة تؤثر على الأسر وعلى المجتمع أيضا، ولعل أبرز المتضررين من حالات الانفصال هم الأبناء. أصبحت حالات الطلاق بين الزوجين في العراق ظاهرة واضحة للأعيان، تنتج بسببها أسرة مفككة تعيش ظروفا صحية واجتماعية ونفسية صعبة، ومع إمكانية إيجاد كل طرف المطلق والمطلقة حياته الشخصية الجديدة، إلا أن أكثر ما يعانيه بعد الطلاق هم الأطفال الذين يصبحون في طريق المجهول بعد انفصال الوالدين، وبالتالي ظهور أفراد غير فاعلين في المجتمع ويعانون من المشكلات المادية والاجتماعية. ظاهرة الطلاق لها مردود سلبي خاصة على الطفل، لأن الطفل عندما ينحرم من الأم أو ينحرم من الأب يتأثر على سلوكيته، فيصبح الطفل شاذ عن المجتمع، يعني ينحرف طريقة، أما يصير مجرم، أما يعني ينحرف غير 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 طريق، فيتأثر بالدرجة الأساس من الطلاق هو الطفل. ومن المشاكل الأخرى التي تواجه الأطفال بعد انفصال الزوجين هي تمسك الأم بحضانة أبنائها بعد الطلاق ومنعهم من مشاهدة والدهم أو خلق صورة سلبية عنه في أذهانهم حتى يتسبب بنفورهم عنه، خصوصا وان القانون العراقي يحكم بحضانة الاطفال للام دون الاب، ولا يحق للاخير سوى مشاهدتهم يومين فقط بالشهر الواحد، ويجب ان يكون اللقاء داخل المحكمة او داخل الدائرة التنفيذية وبواقع ساعتين فقط، وهذه الفترة لا تكفي لكي يقف الاب على احتياجات ابنائه ومعرفة مشاكلهم، ناهيك عن الحالة النفسية التي يعيشها الطفل نتيجة لهذا اللقاء العابر مع والده. في الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع احنا هواية طرحنا هذا الموضوع باعتبار ان مدة الساعتين في كل 15 يوم بمعدل 4 ساعات في الشهر تكون كلش قليلة، كون ان الطفل هنا يفقد الى حنان الاب، ومن ثم خصوصا الاطفال الصغار في العمر الذي يتجاوز عمره 3 أو 4 أو 5 سنوات لهم ذاكرة ضعيفة فينسى وضع الاب، بحيث انما الاب بعد مرور 15 يوم ينظر الى ابي يصل الى حالات ما يعرفها، فنطلب واحنا اكدنا على هذا الموضوع تمديد هذه المده اكثر بحيث لا تكون هناك ارهاق للزوجه، وفي نفس الوقت ان الابن ما يفقد حنان الاب اللي هو الحنان الرئيسي بعد حنان الام. وتبقى مثل هذه المشاكل الاجتماعيه قائمه مع تزايد حالات الطلاق في البلاد، وهي ما تتطلب جهودا حكوميه واجتماعيه من قبل الباحثين ورجال الدين من اجل وضع الحلول المناسبه لها للحفاظ على الاسر من التفكك، لو اخذنا بنظر الاعتبار الاثار السلبيه الناتجه عنها واضرارها بالمجتمع العراقي. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. تذكير بالعناوين.